بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسعدنا ويشرفنا في هذه الليلة المباركة زيارة شيخنا الفاضل دكتور إبراهيم المحيميد، فإن مجيء الشيخ لهذا البلد وأمثاله غنيمة لنا في هذا اليوم المبارك. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم. وسوف يحدثنا الشيخ في هذه المحاضرة عن دعوة التوحيد إلى أفريقيا، فوائد وطرق. فليتفضل شيخنا مأجورا مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. وبعد، يطيب لي وأنا أزور إخواننا ومشايخنا في هذه البلاد المباركة، ولأهل الكويت، لأهل الكويت لهم حقوقا خاصة خلاف حقوق الإسلام والأخوة، فلهم أيضا حق الجيرة، ويضاف إلى ذلك حق العقيدة الصحيحة. ودائما يقول السلف: العلم رحم بين أهله. وأقول أنا أيضا العقيدة الصحيحة رحمة العقيدة الصحيحة رحم بين أهلها. ولعلي في هذه المحاضرة أتكلم عن دعوة التوحيد في أفريقيا، بعض الفوائد وبعض الطرف التي يعني واجهتها وقد قيدتها خلال 28 سنة، وما قيدت إلا ما ثبت لدي أو كنت أحد شهود تلك الواقعة. لكن قبلها نبين أو نذكر عدة أمور. الأمر الأول، نفتتح هذه المحاضرة بالوصية التي ينبغي أن يوصي بعضنا بعضا، فيوصي العالم طلابه، ويوصي الطلاب العالم، ويوصي الكبار الصغار، والصغار الكبار. وهي الوصية بتقوى الله عز وجل. وأحوج الناس إلى الوصية بتقوى الله هم أهل الاستقامة. أعيده، أحوج الناس للوصية بتقوى الله عز وجل هم أهل الصلاح وأهل الاستقامة. لماذا؟ لأن أخطر أمر في الوجود أن يتسربل المسلم بسربال التقوى ثم يظهر الصلاح والطاعة والاستقامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله ويخالط الصالحين ليلا ونهارا، ثم بعد ذلك يركب الصعب والذلول في معاصي الله عز وجل. فهذا الصنف من الناس ورد في السنة عقوبتان، كل عقوبة أسوأ وأقبح من أختها. أعيد، أخطر ما يمر به المسلم هو الذي يتسربل بسربال التقوى ويظهر الصلاح والطاعة، ثم بعد ذلك إذا وجد فرصة على محارم الله يرتكبها، يركب الصعب والذلول في معاصي الله عز وجل. في الظاهر ولي من أولياء الله، وفي الباطن عدو لله عز وجل. فهذا الصنف من الناس ورد فيه عقوبتان. العقوبة الأولى ما جاء في حديث عند ابن ماجه وحسنه الألباني، أظنه في السلسلة المجلد الثاني، قال عليه الصلاة والسلام: ليأتين يوم القيامة أناس
ومعهم من الجبال من الحسنات مثل جبال تهامة. جبال تهامة التي لا يعرفها كثير من الناس، الجبال التي بعد المسجد الحرام مباشرة، ترونها أحيانا إذا جاتكم صورة المسجد النبوي الحرام تجدون بعده بحوالي كيلو سلسلة جبال، هذه تمتد إلى اليمن 1000 كيلومتر و700 كيلومتر. يأتي يوم القيامة أناس ومعهم من الحسنات مثل جبال تهامة، ليس جبل، جبال تهامة كلها، يجعلها الله تعالى هباء منثورا. قال الصحابة: صفهم لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا نكون منهم ونحن لا نعلم. وانظر إلى هذه الفائدة العظيمة التربوية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما وقع هذا الحديث ظن كل واحد أنه معني بهذا الحديث. واليوم لو ألقيت هذا الحديث على جمع من الناس كل واحد يظن أنه لا يمت لهذا الحديث بصلة لا من قريب ولا من بعيد. قال: صفهم لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا نكون منهم، من الأناس الذين يأتون يوم القيامة معهم حسنات عظيمة مثل جبال تهامة. قال: إنهم قوم يصلون مثل ما تصلون ويصومون مثل ما تصومون، وفي رواية لهم نصيب من صلاة الليل، أوتر أول الليل، وجد فرصة آخر الليل أوتر. طيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت الصلاة مثل الصلاة والصيام مثل صيامنا ولهم نصيب من صلاة الليل، أين الخلل؟ قال: ولكنهم قوم إذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها. ولكنهم قوم إذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها. والعقوبة الثانية ما وردت في صحيح البخاري، أظن من حديث أنس، قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى برجل يوم القيامة، وليس المقصود الواحد وإنما الفئة من الناس، فيلقى في النار فتندلق أمعاءه، تخرج أمعاءه، فيدور عليها كما يدور الحمار على الرحى، فيجتمع عليه أهل النار يقولون: يا فلان، ينادونه باسمه. والشيخ بن عثيمين ذكر هنا فائدة عظيمة حول هذه الجزئية من الحديث: يا فلان ما بالك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر، ألست أنت طالب العلم، ألست أنت محفظ القرآن، ألست أنت الداعية، ألست أنت خطيب الجمعة، ألست أنت الذي تحث الناس على التبرع والصدقة والذكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. قال الشيخ بن عثيمين: ذكروه باسمه، وهذا من باب قاعدة الجزاء من جنس العمل. أين هذه القاعدة تطبق في هذا الحديث؟ لما صرت أنظار الناس إليه في الدنيا بالصلاح والطاعة والثوب القصير واللحية الكثة والدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والمنهج السلفي، ثم بعد ذلك إذا وجد فرصة على محارم الله انتهكها، فالله تعالى كما صرف أنظار الناس في الدنيا يصرف أنظار الناس إليه في النار: يا فلان ما بالك. ولا يعني هذا الكلام أن الإنسان يكون معصوما، فليس لأحد العصمة عند أهل السنة والجماعة في الكبائر إلا للأنبياء، وما دون ذلك فالناس من مقل ومن مستكثر. لكن المقصود بهذه الأحاديث هو من يكون همه وشعاره ودثاره وليله ونهاره هو المعاصي، أول ما يجد فرصة على ما حارم الله ينتهكها. فهذا الصنف هو الذي ينطبق عليه هاتين العقوبتين. أما المسلم وطالب العلم والذي فيه رائحة من خير يجاهد ويبذل الأسباب، وإذا وقعت منه معصية كانت من الكبائر أو الصغائر يندم، كما جاء في مسجد الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: الندم توبة ثم بعد ذلك يحدث إنابة وتوبة إلى الله عز وجل وأعمال صالحة، ما يكون حاله
بعد الذنب أحسن من حاله من قبل الذنب، فهذا لا ينطبق عليه هذه الأحاديث. لكن المقصود بهذه الأحاديث من يكون كما قلت لكم همه وشعاره ودثاره وليله ونهاره المعاصي، كلما وجد فيها فرصة يركب الصعب والذلولة في معاصي الله عز وجل. فهذه الوصية الأولى التي أوصي بها نفسي وإخواني. الوصية الثانية التي أوصي بها نفسي وإخواني أن المسلم دائما من ساعة ما يستيقظ إلى أن يأتي الليل يكون دائما يضع نفسه، يضع أمام بصره وتفكيره، يضع أنه أمام عقبة كؤود، إما إلى جنة وإما إلى نار. قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد إيش؟ فقد فاز. ولاحظ التعبير القرآني هنا، قال زحزح ما قال أبعد. لماذا؟ لأن الزحزح في لغة العرب هي التي تكون بأدنى شيء. الآن لو قلت للشيخنا الشيخ حمد ابتعد لابد أن يبعد يقوم، أما الزحزح هكذا في لغة العرب تدنى تكون بأدنى شيء. وهذه إشارة في القرآن أن الجنة ممكن أن يحصل عليها الإنسان بأدنى شيء، وكذلك النار، وقد دلت قواعد الشريعة على ذلك أن الجنة يحصل عليها المسلم بأدنى عمل والنار مثل ذلك. قال عليه الصلاة والسلام في النار: إن الرجل ليتكلم بإيش؟ بالكلمة لا يلقي لها بالا تلقي به في جهنم 70 خريفا. وكلكم تعلمون حديث الرجل الذي من بني إسرائيل عابد من بني إسرائيل، والشريعة إذا قالت لك نصوص الشريعة عابد فهو صائم في النهار قائم في الليل ذاكرا تاليا حافظا آمرا بالمعروف داعيا إلى الله عز وجل. هذا العابد كان رجل عابد من بني إسرائيل، يلقى أخاه على معصر فيقول اتق الله لا تعصي الله، فيقول ذرني دعني وربي دعني وربي، كلما قابله يقول اتق الله. فقام ذات مرة غضبا لله، قال: والله لا يغضب لا يغفر الله لك. قال الله تعالى: من ذا الذي يتألى عليه؟ قد غفرت له وأحبطت عمله. قال أبو هريرة: كلمة قالها أوبقت دنياه. يا جماعة هنا فائدة تتعلق في القصة في القرآن والسنة. أي قصة في القرآن والسنة ارعي سمعك لها، الله تعالى لا يسدها في القرآن ولا يلقيها على في صدر النبي صلى الله عليه وسلم جزافا، وإنما تجد في كل قصة من القرآن والسنة تجد فيها من المعاني والفوائد الإيمانية والفوائد العقدية ما الله تعالى به عليم. هذه القصة عندما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أراد منها عدة أمور، منها من 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 فوائد هذه القصة أن الغير على الدين تكون مضبوطة بضوابط الشرع، وهذا الذي نعاني اليوم. ولذلك قال ابن القيم: العاطفة للدين إذا لم تضبط بضوابط الكتاب والسنة تصبح عاصفة. وأيضا من القصة تحذير لك أنك تكون من أهل الجنة في الليل وتصبح إذا أنت من أهل النار. وأما الأحاديث التي يعني في أن الجنة أقرب إلى أحدنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. ومن بديهيات الدين أننا بيننا وبين الجنة والنار مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل، ومع ذلك يخبر الصادق المصدوق أن الجنة أقرب من شراك النعل. ما المقصود؟ أن أدنى عمل يحصل منك يدخلك الجنة. واسمع لهذا الحديث العظيم: دخلت امرأة سائلة على أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، الصديقة بنت الصديق حبيبة خليل الله عز وجل. جاء عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمره على الجيش فيه أبي بكر وعمر، فظن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه أكثر، فقال رسول الله: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: لا، من الرجال. قال: أبو بكر. ها؟
قال الذهبي وهو أديب أهل الحديث، قال كلمة عظيمة تكتب بماء الذهب، قال: جدير وحري بمن يحب أحباب حبيب الله أن يحبه الله، وجدير وحري بمن يبغض أحباب حبيب الله أن يبغضه الله عز وجل. قال: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. دخلت امرأة سائلة على عائشة فأعطتها 3 تمرات ومعها 2 صغار، فأعطت الأم طفل تمرة إلى إحداهن وأعطت الثانية تمرة، فرفعت الأم التمرة الثالثة إلى فمها، فكأن البنتان تطلعتا إلى التمرة الثالثة، فما كان من الأم إلا أن أخذت التمرة وقسمت لهذه نصف وهذه نصف. تقول عائشة: فتعجبت من أمرها. فلما جاء النبي المجتبى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أخبرته الخبر، جاء في رواية قال: إن الله كتب لها الجنة بتلك التمرة، إن الله كتب لها الجنة بتلك التمرة. هذا المسلم دائما يضع يجتهد في الأعمال ولا يدري في أي ساعة. ولذلك الحافظ ابن حجر قال جملة عظيمة ينبغي لكل مسلم أن يضع هذه الجملة نصب عينيه، وإمتنا من أهل السنة من السلف والخلف من المتقدمين المتأخرين ما يقولون شيئا من عند عقولهم، وإنما يقولون ذلك استقراء وتتبع لأدلة الكتاب والسنة. اسمع ماذا قال الحافظ ابن حجر، قال: على المسلم أن يجتهد في فعل أكبر قدر ممكن من الطاعات في يومه وليلته، فإنه لا يدري متى تكون الحسنة اللي سبب دخوله الجنة، وعلى المسلم أن يبتعد قدر ما يستطيع عن السيئات، فإنه لا يدري متى تكون السيئة التي سبب دخوله النار. اجتهد في فعل الطاعات ثم بعد ذلك توكل الأمر إلى الله عز وجل. الأمر الثالث أو الوصية الثالثة أن القاعدة الشرعية عند أهل العلم أن العبادة المتعدية خير من العبادة القاصرة، وهذا مما يعلم من دين الله بالضرورة. ومن أعظم العبادات المتعدية تعلم العلم. لماذا؟ لأن تعلم العلم يكون نفعه يمتد إلى الباقي. وأنا دائما أنا أقول للإخوة الطلاب في المدينة وجدة: الأسبوع كم ساعة؟ 148 إيش؟ ساعة، صح؟ أضرب 24 في 7، 148 إيش؟ ساعة. ما تستطيع 3 ساعات من هذه 148 أنك تجلس في حلقة من حلقات العلم. أوقات الإخوة حبيناكم حبيتونا وزرناكم وزرتنا في الله وإخواننا في الله وطلعنا ودخلنا وخرجنا، عرفت؟ لا، ولا يستطيع أن يجد 3 ساعات. قال أهل العلم: من أعظم ما جاء في النصوص في فضل العلم هو قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله لم يأمر نبيه أن يطلب الزيادة في الصلاة والزكاة والصيام والحج والأذكار والدعوة إلى الله، وإنما طلب منه أن يدعو ربه أن يستزيده بالعلم. لماذا نقول أنه من أعظم النصوص؟ قال الفقهاء وخاصة هذه القاعدة عند الأحناف عند الأحناف رحمهم الله، يقولون دائما أن الله تعالى ما يختار لنبيه إلا الأفضل. ولذلك دائما ترجيحات الأحناف في الفقه أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم خير مما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا: لأن الله تعالى ما يختار لنبيه إلا الأفضل. وليعلم كل مسلم أن حلقات العلم منذ ساعة خروجك من بيتك يكتب لك الخطوات. دلت دلائل الشريعة أن كل خطوات العبادات تكتب،
أما في الصلاة فحديث الصحيحين حديث أبو هريرة إذا توضأ المسلم وأحسن وضوء خرج المسجد أخرج إلى الصلاة كتب الله له بكل خطوة حسنة مع أنه سيئة. هذا بالنسبة للصلاة. حتى في تكملة الصفوف قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من خطوة أعظم عند الله أجرا من خطوة يخطوها المصلي يسد بها فرج الصلاة. دلت دلائل الشريعة على أن الخطوات تحسب منذ أن تخرج من بيتك بدأت لك كتب الخطوات. ناهيك عما يحدث من خير عظيم في مجالس العلم. أنا لا أتكلم عن فضل مجالس العلم، هذا يعلم من الدين الله بالضرورة، لكنني أتكلم من منحنى آخر. أولا أن تحبس نفسك في طاعة في عبادة، فوالله الجلوس في الحلقة وشخص يتعبد الله تعالى إن لم تكن أعظم منه أجرا فأنتم في الأجر سواء. يعني لو جلس شخص يصلي بين المغرب والعشاء من بعد صلاة المغرب إلى إقامة الصلاة إن لم تكن أعظم منه أجرا فأنتم في الأجر يعني سواء. ناهيك عما يحدث تحبس نفسك عن طاعة، تكفي نفسك عن ذنوب لو كانت في مجلس آخر، هذه غيبة، هذه نميمة، هذا ذنب، هذا ظلم، يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فتصلي عليه. والله قبل عدة أسابيع في درس شيخنا الشيخ سليمان الرحيلي صحيح الترغيب والترهيب، أنا ماضب على هذا الدرس، والله حرزت في هذا المجلس إلى قبل النهاية بعشر دقائق ربع ساعة، قرابة 40 مرة ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم صلينا عليه، و40 مرة كم في العشرة كم صار؟ وين أصحاب الدراهم والدنانير يحسبونا؟ ها؟ 40 في 10 كم؟ 400. والله شكلكم من الكويت كلكم تجار، ها كلكم أجبتم. نعم عرفتم لا ف 400 والله هذا في مجلس واحد. والله لو ما يكفيك أن الله تعالى يصلي عليك 400 مرة في مجلس واحد، ولو سألت حقين القبور كلهم والله رحلوا وباقي عندهم أشغال ما انتهوا منها في الدنيا. تأكد تماما دنياك هذه لا ما حتنتهي، أشغالك أمورك الدنيا والله ما تنتهي، ما ينفعك إلا عملك. ومن أعظم الأعمال العبادة المتعدية، ويتفرع عليها الدعوة إلى الله عز وجل. نحن لا نقول، نحن لا نمنع الناس من الدعوة إلى الله عز وجل، لكن نقول اجلس وتعلم واثني الركب عند العلماء. إن ما وجدت العلماء إخوانك كبار طلاب العلم، ما وجدت كبار طلاب العلم تجد بعض من إخوانك الذين سبقوك في العلم بسنوات، تعلم منهم. بركة العلم بالتلقي، هذه بركة العلم. لو تقرأ في الكتب ما تقرأ، بركة العلم في التلقي. ونعطيكم دليلا على ذلك، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اضطرب بعض الصحابة حتى الفاروق أخذ السيف وقال من قال أن رسول الله مات ضربت عنقه بالسيف. فجاء أبو بكر وقال اجلس يا عمر، اجلس يا عمر، فلم يجلس، فصعد أبو بكر على المنبر، فترك الناس عمر وجاءوا لشيخي عمر وهو أبو بكر. فماذا قال أبو بكر؟ ثبت هنا بسبب العلم والإيمان، قال من كان يعبد محمد، ولاحظ ما قال رسول الله ونبي الله. لماذا؟ الناس مكلومة، الناس مجروحة، في عشية وضحاها فقدوا خير خلق الله وسيد ولد آدم. الحين لو جيت لواحد قلت عظم الله أجرك في والدك قال جزاك الله خير، لكن لو قلت عظم الله أجرك والله والدك كان كريم كان عابد كان كذا تخنق وإيش العبرة. فراح قال من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات. ثم تلا قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلف من قبل إيش. ماذا قال عمر؟ ماذا قال؟ كأني أول مرة إيش لاحظ أسمعها. إذن هو سمعها وقرأها، لكن لما جاءته في معرض البيان هنا استفادها. فأنا أوصي نفسي وإخواني بطلب العلم، تخرج للدعوة لا تخرج إلا بعلم، لأنك قد تفسد أكثر مما تصلح. وقد يكون في الدعوة إلى الله حظوظ نفس ليست في غيرها. الشيخ مقبل من هادي الوادعي رحمه الله في مجلس حدثنا مشافهة عن يقول أخبر واحد يعني يقول جاءني جماعة التبليغ اللي يسمون عندكم الأحباب اللي يسمونه التبليغ الدعوة مسميات، فزاروه فقالوا اطلع معنا يا فلان،
يقول طلعت توقعت اني بخدم اقود السياره. يقول اول ما نزلنا قالوا البيان عليك. يا جماعه البيان، انا انسان ادخن واكل قات وايش البيان؟ قالوا ابدا، انت اذا وقفت يفتح الله عليك فتوحات ربانيه ما الله تعالى به عليك. قالوا والله يا جماعه تشجعت وقفت. فلما نظرت الى الناس يقول هذا الفم قفل ما استطعت اتكلم. يقول القران موضوع على الرف، ابى اقول للناس تمسكوا بهذا القران. يقول والله هذا اصب بالعجمه، يقول صرت اضرب على الرف واشر عليه بس اشاره يعني امسكوا بالقران. فبكيت. فقال شيخنا الشيخ برك بكى من الخشيه، قال والله بكيت من الجهل، عرفت منا ما بكيت من الخشيه. فنحن لا نمنع احد من الدعوه الى الله عز وجل، لكن نقول اطلب العلم لك قد تفسد اكثر مما يعني تصلح، قد تفسد اكثر مما يعني تصلح. وابن القيم رحمه الله يقول في قضيه اهميه الدعوه الى الله عز وجل: ان الله تعالى يثيب على الاسباب التي يامر بها وما تولد منها، ويعاقب على الاسباب التي ينهى عنها وما تولد منها. هذه المقدمة، ما أحببت أن أحرم نفسي وإخواني، وأحببت أن أذكر نفسي أولا وأن أذكر إخواننا بهذا الأمر. المسألة الخامسة: احمد الله تعالى على نعمة الإسلام، ثم نعمة العقيدة الصحيحة، ثم نعمة الهداية إلى الاستقامة والصلاح. في اليوم الذي ترون غالب العالم يهود نصارى يرحمك الله، عباد أصنام، عباد بقر، عباد أوثان، بل والله حدثني داعية من دولة سريلانكا تقابلت معه قديما خارج بلادنا قبل 20 سنة، قال توجد في بلادهم طائفة تعبد النملة الصغيرة هذه، فإذا خرجوا يضربون لها الطبول. أنت أكرمك الله تعبد الله الواحد الأحد الفرد الصمد، تحمد الله على نعمة العقيدة الصحيحة في الوقت الذي اليوم ضل اليوم الكثير من الناس. اليوم يوجد في العالم أكثر من 20,000 مشهد وقبة وضريح تعبد من دون الله عز وجل. ولقد قابلت في أفريقيا كل ما يخطر على بالكم من عقائد منحرفة، كل ما تكلم به أئمتنا والله وجدناه ورأيناه رأي العين. فرقة وحدة الوجود والله قابلتها قبل 20 سنة في دولة تشاد، ومعهم طبول يضربون الطبول ويدورون ويقولون هكذا، أنا أنقلها بلفظها: كل شيء الله، كل شيء الله، كل شيء الله، الجدار الله، اللمبة الزجاجة هذه الله، أنت الله، أنا الله. وكان معهم المجرم كبيرهم شيخهم جالس على كرسي، قالوا شيخنا الله، فقام الخبيث وقال لهم هكذا بيده. وقد قلت في تلك البلدة: هذا الذي يدعي أنه الله والله لو انحصر البول في بطنه ما تصرف فيه، فكيف يدعي الربوبية؟ أئمتنا تكلموا عن بعض من الصوفية أفراد يعدون على صابع اليد يدعون سقوط العبادات، انقلوا عني بسند عالي لا عنعنة فيه ولا تدليس. قابلت فئة من الناس، جماعة تسمى باي فاد، قرابة 100,000، لا يصلون، لا يصومون، لا يحجون، لا يقرؤون القرآن، لا وضوء، لا غسل من جنابة. قابلت بعضهم شياطين في جثماني، وصار بيني وبينهم نقاش، واشتد النقاش بيني وبينهم، وقلت لأحدهم: أسأل الله أن يهديك ويدخلك الجنة. قال: لماذا تدعو لي بالجنة؟ أنا من أهل الجنة. تخيلوا، لا صلاة لا صيام، يدعون سقوط العبادة. فقام زعيم المجموعة، هم 7 قابلتهم في إحدى الأماكن، فصعد على جدار وأخذ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عالي يشوش حتى لا يسمع رفقائه النقاش. وقد قلت له: من أفضل، شيخكم الذي ألف هذه الطريقة ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله أبى الخبيث أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل. لماذا؟ حتى لا أحجب وأقول النبي صلى الله عليه وسلم كان لم تسقط عن العبادات إلى آخر يوم. من باب الطرافة لما حكيت لشيخنا هذه القصة وذكرت له شيخنا الشيخ عبد المحسن
وذكرت له قصة زعيمهم لما أخذ صعد على الجدار، قال الذي صعد على الجدار الذي شوش على زملائه ماذا قلت له؟ قلت ما قلت له شيء. قال هلا قلت له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، إذا لماذا يتعبد الله عز وجل؟ ولاحظوا يعني دقائق العلماء مو مثلنا، نحن نفوت الصغيرة والكبيرة. قال لو قلت له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، لماذا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويقال والله أعلم، يقال والله أعلم أن هناك الذي ألف الطريقة شيخ فيه خفة عقل، شيخهم الأول، وبدأت في أقاربه وبعض جيرانه. كيف بدأت؟ جاء إلى شيخه في المسجد، قال له يا شيخ الآن تقولون نصوم رمضان، الغنم اللي عندنا في البيت نصومها أو لا نجعلها تصوم؟ قال لا، أنت وغنمك ساقط عنك العبادات. الشيخ قتل ساقط عن العبادات، يعني هل الغنم يصومون أو مكلفون؟ ها؟ فيقال رجع الرجل إلى البيت وأمر أهله وأقرب الناس إليه بعدم إيش؟ بعدم الصيام. ويقال أن الشيخ مات بعد ذلك بأيام، الذي هو أفتاه بهذا وتمسك بهذا، ثم بدأ يزيد العدد. وهنا فائدة، كل فتنة لا بد لها من أتباع. ما يمكن أن تقع فتنة في العالم إلا ويكون لها أتباع. كل دجال من الدجاجلة يتبعه أتباع حتى يظهر الدجال الكبير. لماذا؟ وأول من يتبع الدجال الكبير من يتبع الدجاجلة الصغار. من اتبع الدجاجلة الصغار وترك علماء الأمة الراسخين في العلم، أهل الفقه والنظر، أعلام الهدى ومصابيح الدجى، واتبع فتاوي أبو فلان في بريطانيا وأم فلان في إيطاليا وجدة فلان في هولندا، إذا ظهر الدجال سوف يتبعه. من اتبع الكتاكيت من الدجاجلة سوف يتبع الدجاجلة الكبار. هذه خذوها قاعدة، سنة إلهية لا تتبدل ولا تتغير. في دولة تشاد ظهر رجل وادعى أنه المهدي، وظهر آخر وادعى أنه عيسى، وقيل للمهدي من يشهد لك أنك المهدي؟ قال عيسى. وقال العيسى من يشهد لك أنك عيسى؟ قال المهدي. والله يا جماعة أنهم اتبعوهم فئام من الناس، وصارت فتنة في البلد، وصار هذا الوقت أتباع وهذا أتباع. فقام رجل من أهل السنة وأعرفه وطلب مناظرة عيسى، لكن اشترط أن تكون حي على الهواء مباشرة في التلفزيون، عرفتم؟ وبدأت المناظرة، فقال له قبل أن نبدأ في المناظرة أبا أسألك عن والدك، مريض تعبان ولا صحته قوي يصلي في المسجد؟ قال لا، والدي نشيط صلي المسجد. قال له عيسى ليس له أب. قال إن الله على كل شيء قدير. أسقط بالضرب القاضية من إيش؟ من أول إيش؟ المناظرة. وهذا ذكرنا بالألباني عندما ناظر صوفي بعلم الغيب رحمه الله، قال له قبل أن نبدأ أنا عندي سؤال، إذا أجبت عليه الناظر. قال له اسأل. قال أنت تدعي علم الغيب، ما هو السؤال الذي أضمرته لك؟ أقفل ضرب المناقشة إيش؟ من أول ضربة. ابن القيم ماذا يقول؟ يقول أهل السنة دائما منصورون باللسان والسنان، بل منصورون بالسنان قبل باللسان قبل السنان. لماذا يا جماعة؟ يا جماعة دعوة أهل السنة والجماعة موافقة للفطرة، خذوها قاعدة. ولذلك 90%، أنا أقولها والله من واقع تجربة ومعايشة في أفريقيا، 90% من الناس معنا في دعوتنا، بس مشكلتنا قطاعين الطرق الذي بيننا وبينهم. ابن القيم يسمي مشايخ الطرق قطاعين الطرق. وإلا إذا جلسنا مع الناس وتكلمنا عن دعوتنا الناس معنا في دعوتنا، ليس لأن المتكلم شيخنا الشيخ حمد أو الأخ إبراهيم أو فلان، لا، لأن دعوتنا دعوة أهل السنة والجماعة توافق إيش؟ توافق الفطرة. ولذلك أول ما نتكلم مع الناس ما الذي يحصل؟ دعوتنا توافق الفطرة. لما نذكر للناس الكلام في التوحيد ونأتي لهم بالأدلة من القرآن والسنة ونقول يا جماعة
قبل أن تعرف ما هو الشرك الذي وقع في العرب الذي وقع فيه الناس اليوم، عليك أن تعرف ما هو الشرك العرب. العرب كانوا يقرون لله ببعض مسائل الربوبية، لاحظوا، ولا كما يقول البعض يقرون بالربوبية، وهذا غير صحيح. العرب كانت تقول ببعض مسائل الربوبية، ولذلك الشيخ محمد الوهاب يردد أحيانا، يقولون يقرون الله بالخلق والرزق والملك، يعدل لا يذكر. لماذا؟ لأن العرب كانت عندهم مسائل خلل في الربوبية، فكون أنهم يؤمنون بالربوبية هذا كلام غير صحيح. نعم يؤمنون ببعض مسائل الربوبية. العرب كانوا يقرون لله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، والعرب كانت تصوم، تقول عائشة صيام يوم عاشوراء يوم كانت تصوم الجاهلية، والعرب كانت تصلي. ثبت في صحيح مسلم حديث أبي ذر أنه قال صليت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات، قالوا كيف تصلي؟ قال حيث وجهني الله. والعرب كانت تتصدق وتعتق، يقول حكيم بن حزام كما في صحيح البخاري يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت كذا وكذا أمور أتحنث بها في الجاهلية. قال الراوي يذكر أمورا من الصدقة والعتق، فقال أسلمت على ما أسلفت من خير. طيب طالما أن العرب تصوم كانت وتصلي وتحج وتطوف وتسعى وتقر لله، أين الخلل؟ الخلل جاءوا إلى أصنام وقالوا هذه الأصنام تقربنا إلى الله وتشفع لنا عند الله عز وجل. العرب عقلاء يا جماعة، كيف أصنام من حجارة تقربهم إلى الله؟ لابد أن هناك سر عظيم جعل العرب تعتقد اعتقادا جازما أن هذه الأصنام وإن كانت من حجارة سوف تشفع لها عند الله، حتى أن العرب صبرت على ضرب الرقاب وانتهاك الأعراض والأموال وكان عندها يقين أن هذه الأصنام تشفع. هذا السر حله ابن عباس في موضوعين في صحيح البخاري، الأول في كتاب التفسير باب ما جاء في تفسير سورة نوح، قال ابن عباس أن ود وسواع قال هذه أسماء رجال صالحين ماتوا في زمن نوح، قال الشيطان اعملوا أصنام حتى تتذكروا الله فتعبدوا مثل عبادتهم. قال ابن عباس فلما درس العلم وانتشر الجهل قال الشيطان آباءكم ما صنعوا التماثيل الصالحين إلا من أجل أن يشفعوا لهم، وقال يقربوكم حتى يقربوكم من الله، ما نعبدهم إلا قربنا، وهؤلاء شفعاء عند الله عز وجل. وفي صحيح البخاري كتاب التفسير باب ما جاء في سورة النجم قال ابن عباس أن اللات رجل صالح كان يلت السويقة للحجاج فلما مات عكفوا على قبره. شوف يا جماعة، أوضح من الشمس في رابعة النهار، فلما مات عكفوا على قبره. الآن تخيلوا هذه أصنام تمثل صالحين، وجاءت العرب وما قالت عن الأصنام تخلق ولا تنزق ولا تحيي ولا تميت، وإنما طافوا والله رأينا بعيوننا من يطوفون، ونذروا وذبحوا واستغاثوا ودعوا تلك الأصنام، لماذا؟ تقربهم من الله عز وجل. وجاءوا إلى وجاء اليوم من ينتمي من القبلة إلى قبور الصالحين وطافوا ونذروا وذبحوا واستغاثوا، لماذا؟ قال هؤلاء نصر. لاحظوا جماعة، هذه أصنام تمثل صالحين وهذه قبور تمثل الصالحين، هؤلاء طافوا ونذروا وذبحوا وهؤلاء طافوا ونذروا وذبحوا واستغاثوا، ما الفرق؟ لماذا نقول عن هذا حب الصالحين وحقوق الصالحين وحقوق الأولياء ونقول عن ما يفعل، عفوا، لماذا نقول أن هذا شرك وكفر ما يفعله أبو جهل وأبو لهب ونقول ما يفعله عباد الأضلحة والقبور أنه حقوق الأولياء والصالحين؟ لا فرق. ولذلك لو تأملت القرآن تجد 80% من آيات الشرك في آيات إيش؟ ها؟ تتكلم حول الشرك إيش؟ ها؟ الدعاء 80% تتكلم عن قضية الدعاء، لماذا؟ لأن شرك العرب في دعاء غير الله عز وجل وهو الذي وقع فيه الناس. لما نخاطب الناس هذا الكلام بعد أن نذكر لهم الأدلة، عرفتم، ونقول لهم في أول الأمر سمح بزيارة القبور ولا منعت؟ منعت. لماذا؟ قال أهل العلم الناس حديث عهد بقبور وبصالحين وأموات فمنعت زيارة القبور، المقام يقتضي أن يسمح زيارة القبور في أول الإسلام لأن تذكر بالآخرة، لكن منعت حتى استقر التوحيد في قلوب الناس وعلم الناس أن النافع الضار هو الله عز وجل، فجاء النسخ السماوي على لسان
أبي القاسم عليه السلام وسمع بزيارة القبور. نقول للناس الفطرة وهذا الشاهد تدعو للميت ولا يدعو لك؟ ماذا تقول فطرتهم؟ أنا أدعو لها. صحيح ولا مو صحيح؟ ها؟ لما نقول البدع والخرافات التي ماجت وهاجت في بلاد المسلمين أيهم أولى؟ تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلا تأخذ بدعة الشيخ فلان وطريقة الشيخ فلان؟ ماذا يقول؟ نقول لهم على سبيل الأذكار، الطرق الصوفية تقوم على الأذكار، كل شيخ يؤلف لنفسه أذكار، أذكار الطريقة التجانية، أذكار الطريقة القادرية، أذكار الطريقة السمانية، البرهانية، التجانية، الشاذلية، النقشبندية، الحموية، طرق كثر لا كثرها الله عز وجل، وكل شيخ يؤلف لنفسه أذكارا. نقول تعال، هل تعلم، هل تقول أذكار الصباح؟ يقول ما أذكار الصباح. هل تقول دعاء سيد الاستغفار؟ الجواب لا. هل تقول دعاء الشكر؟ لا. هل تقول دعاء دخول المنزل؟ لا. خروج من المنزل؟ لا. إذن أنت ينطبق عليك المثل العربي، عجزة تكنس بيتها راح تكنس إيش؟ بيت الجيران. إيش رأيك لو خرجت من الولية الصباح تشتغل دولة رزق وجيت العصر البيت لقيت بيتك وسخ ما تنظف؟ يا ولية لماذا لم تنظف البيت؟ قالت والله ساعدت فلانة من الجيران نظف بيتها، ما شاء الله تبارك، أنت امرأة صالحة جزاك الله تعالى خير. خرجت اليوم الثاني تدور لها رزق جيت لقيت بيتك أوسخ. يا ولي لما نظفت البيت؟ قالت والله فلانة مريض رح تبارك. يا ولي بيتك أولى ولا مو أولى؟ وأنتم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى مي أولى؟ لما نخاطب هذه الناس بهذا العقلية، ولذلك نبشركم بشرة والله وبالله وتالله أن الناس 90% معنا في دعوتنا. لماذا؟ ليس لأن المتكلم فلان أو فلان، وإنما لأن دعوة أهل السنة والجماعة تواجه تخاطب إيش؟ الفطرة. قام لي رجل في وسط الأدغال وقال لي لا تلبس علينا عقيدتنا، نحن تعلمنا أن الله تعالى ليس له يعني مكان. وكما كان يردد شيخنا الشيخ محمد أمال بن علي الجامي يقول مشكلات التوحيد عند الأشاعرة الذين هم خصومنا اليوم في العالم الإسلامي، يقول مشكلات التوحيد ثلاث: موجود بلا مكان، هذه مصيبة، موجود ما له مكان هذا العدم، ها ها، ورؤية من غير جهة، يقول أن الله يرى يوم القيامة لكن من غير إيش؟ من غير جهة ما نرى من إيه؟ هذه كيف هذه؟ ما عمرها صارت رؤية من غيره. لماذا؟ لأنهم لا بد أن يحددوا، إذا حددوا يعني كما حدد أهل السنة يرون ربهم من فوقهم، ها، معناه أثبتوا إيش؟ أثبتوا العلو. فقال لي لا تلبس علينا أمر ديننا، نحن تعلمنا من شيخنا الله ليس له مكان. قلت له قم أمام الناس. فقال، قلت له هل تؤمن بالإسراء؟ قال نعم. قلت أين أسر به؟ قال بيت المقدس. قلت له هل تؤمن بالمعراج؟ قال أين؟ قال نعم. قلت له أين؟ قال إلى السماء. قلت ما دام أن الله ليس له مكان لماذا عرج به إلى السماء؟ يا جماعة إن نطق الطاولة هذه نطق هو، ما استطاع أن يرد. فجاني رجل من العوام قال والله كنت أعتقد عقيدتهم. فقلت أزيدك من الشعر بيت؟ قال ما هو؟ قلت ماذا تقول في سجودك؟ قال قل سبحان رب الأعلى. قلت له إذا نطالبكم الآن من صلاة المغرب اليوم إذا سجدتم قولوا سبحان ربي الذي ليس له مكان، ليس له مكان. لأنك تسجد تقول سبحان ربي الأعلى، وإذا قمت تقول يا وهابي، لا تقول أن الله تعالى في العلو. هذا لا يستقيم. دعوة أهل السنة توافق الفطرة. يا جماعة في سفرتي ليست السابقة التي قبلها زاروا 5 من المتصوفة وكنت في هذه المنطقة، يعني جئت بعد الحادثة 13 يوما، ليست الحادثة بعيدة، قريبة. عندما جئت جاءوا 5 من المتصوفة إلى قبري، يعني واحد من الأضرحة يدعى من الأولياء الصالحين، فأدخلوا 3 أيديهم إلى داخل الضريح يأخذون ترابا يتبركون به. الأول أخرج يده، سبحان الله، يقولون ثم نزف مباشرة من أنفي وفمه وأذني ومات على الفور. الثاني بعده نزف 2 أو 3 دقائق ثم مات، والثالث يقال مات في الطريق. أما الرابع والخامس 140 كيلومتر في الساعة هربوا من الضريح.
وين المرور عنه؟ مخالفة مرورية. طبعا قرأت مقالة لواحد طبيب في نفس المنطقة يقول في هذه المناطق في الصحاري هذه يكثر ثعبان لونه أسود له اسم في تلك المنطقة، ويقال أن الذي مات على الفور هو الذي أخذ اللدغة الأولى، فكان السم ايش قوية، والثاني أخذ اللدغة الثانية وكان السم أقل، لذلك أخذ أكثر، وأما الثالث مات في الطريق. بدل أن يتعظوا هؤلاء المتصوفة يأتي بعض الضلال، فقال أحد مشايخ المتصوفة هؤلاء جاءوا يسرقون ضريح الشيخ، فالشيخ عنده حراس وانتقموا منه. أما كبيرهم الذي علمهم السحر ماذا قال؟ ها؟ قال ما قلنا لكم يا جماعة لا تأتوا من جهة قبلة الشيخ، الشيخ دائما يصلي، وهؤلاء أغضبوا الشيخ وجاءوا قطعوا الصلاة بينه وبين قبلته، فغضب الثعبان عرفت الله وقام بقتلهم. قلنا لا بارك الله في ضريح فيه تعابين وعقارب وتقضي يعني حاجتها. هذا يذكرنا بأثر أظنه، خلينا نتذكر الصحابي، هو زيد بن أرقم، يقول زيد بن أرقم، أظن زيد بن أرقم من واحد من الصحابة، أظن الأثر هذا عند البيهقي، يقول أعطتني أمي عسلا ولبنا جزاك الله على خير. هذا هو الشدة شيء أخضر، إذا فيها شيء أخضر نزوركم دائما إن شاء الله. يقول فجعت في الطريق فأردت أن أشرب شيئا من اللبن وألعق شيئا من العسل، فخفت من غضب الصنم، فصبر على جوعه وعلى عطشه فوضع عند الصنم قبل أن يذهب، فجاء ثعلب ولعق العسل وشرب اللبن، ليته اكتفى بل بال على رأس الصنم، عرفت لا؟ يعني ما هو بس فقط شرب اللبن ولعق العسل، لا وبال على رأس، وكما يقول الشاعر رب يبول الثعلبان على رأسي لقد هان من بالت عليه الثعلب. إذا كان هذا الشيخ مو قادر يحمي ضريحه من الأفاعي والحيات والعقارب، فكيف تطلبون منه ما يطلب من الواحد الفردي الصمت؟ فهذه من باب يعني البشارة لكم. من ضمن الأمور التي سوف تطرق إليها يعني نخفف عليكم المادة العلمية شوية، ندخل على قضية الطرف، ولعل بعضها سمعها مني كان يتابعني وبعضها جديدة ربما تكون يعني عليهم. البداية أيوة البداية، طبعا سنة 17400 في 19 يعني كانت أول زيارة لي لأفريقيا، ومن الطرائف أنه ثاني زيارة لي يعني كنت يعني في الطائرة أن نفقد حياتنا، ولكن الله يسلم نركب الطائرات الأفريقية، لأن في بعض الدول ما تصلها الآن، ربما تغيرت الأوضاع، لكن قديما قبل 27 سنة 28 سنة كانت بعض الدول لا تصل الخطوط الأفريقية، والخطوط الأفريقية عندهم طائرات من أيام الحرب العالمية الأولى بعد مو الثانية، بل بلغني أن بعض الطائرات ممنوعة من الطيران في أوروبا وأمريكا. لماذا؟ لأنها تفتقد لأدنى وسائل التواصل. وكنت أقابل رجل من الإمارات من أصول عربية لكن يحب جنسياتي، كان يوزع بعض الخيرات في أفريقيا، فكان يذهب من الإمارات إلى باريس على الخطوط الفرنسية، ثم من باريس على أنجمينة في تشاد. فقل له لماذا هذه اللفة؟ قال لا ما أطلع على الخطوط الأفريقية. قال كل شيء جائز، ممكن أنت فوق يفتحون الباب يقول لك انزل غيرنا رأينا. تذكرت كلام هذا الرجل، كان في رمضان ولن أنسى هذا الموقف. أقلعت الطائرة، وتعرفون عند الإقلاع تكون الطائرة بسرعة شديدة أثناء الإقلاع، فارتفعت الطائرة قرابة
تقريبا 70 متر 60 متر 80، ثم أصبح فيها زي الخلل فهبطت مباشرة. وتعرفون المدرج يعني مهما كان مدايش قصير جدا ينتهي الإسفلت، فجأة في ظرف 3 ثواني وإذا نحن دخلنا في التراب. يعني تخيل أنت بسيارة ماشي بالإسفلت وإذا فجأة تدخل في خط ترابي، كيف يكون الوضع؟ فكيف إذا كانت طائرة؟ يا جماعة ما عاد صرت تشوف اللي بجوارك من الغبر، ما ندري كيف التراب دخل. وقد حدثني أحد الأقارب يشتغل في المطار يقول والله الطيار ماهر، عندهم طيارين من أوروبا الشرقية، يقول والله أدخلكم من محطة كهرباء ومجمع في آخر المطار، يقول كيف مر سبحان الله وسلمتم، وإلا لو اصطدم بهذه أو هذه الطائرة تحولت إليه. كنت في تلك الساعة ماسك معي كيس اللي هو ذا اللي يوضع فيه البن دائما، كيس صغير عرفتم. فلما حدثت الحادثة فصرت مجود في الكوسي مع الكرة في الكيس مع الفجعة عرفتم أنا، وظلت ممسكا به. ثم بعد ذلك وضعوا لنا حتى أوقف الطائرة الطيارة في التراب، ثم وضع لنا السلالم. طبعا دائما نشوف السلالم نسمعها في الطيارات، لا جيت يشرحوا لنا كيف تنزل. هذه المرة طبقناها عملي عرفتم، فبدأ الناس ينزلون. طبعا نزل المضيفين والطيارة وكابتن يستقبلون الناس، إذا وصلت يمسكونها كيش برجلي عرفتم ولا لا؟ لكن الله يصلحهم التكارين المضيفين المضيفات. لما نزلت ويبدو لي شافوا ضخافة الجسم مفروض يمسكوني، فتركوني ولا وقفني إلا التراب 4 متر من 5 متر عرفتم ولا لا؟ المشكلة كان في الطائرة بعضا من المتخلفين اللي عليهم ترحيل، والطيارة بدأت تشتعل من تحت، بدأت النار في الكفرات وكذا، وصاروا الناس يهربون على يبتعدون عن الطائرة، وبعض الأمن صار يطارد الناس خايف من هروبه، ما الناس خايفة على حياتها والأمن يطاردوا ليش الناس على أساس لا لا لا, لا يهربوا. كانت الحقيقة هذه ثاني رحلة لي في أفريقيا، وكنت أستحق جائزة الشجاعة، لكن يعوضنا الشيخ حمد بجائزة إن شاء الله مرة ثانية، ويعرف جوائزنا مشروعات في أفريقيا عرفت من أنا. أخونا الشيخ محمد العتيبي يذكر لي قصة عن الشيخ العتيمين يذكرها لأن فيها عبرة. تقريبا في ثالث سنة حجزت على السفر في تشاد كالعادة، وانتشر وباء الكوليرا، فاتصلت على الشيخ من عثيمين، وأنا لست من طلابه لكن كنت أحضر في دورات العطلة الصيفية، الشيخ كان يدرس ومحاضراته في جدة والمدينة كنا نحضرها لكن لست من طلابه حتى لا يفهم أحد. وكان الشيخ من عادته بعد صلاة الظهر يجلس عند تلفون البيت ويرد على ذلك. فقلت له يا شيخ أنا حجزت على أفريقيا وما يعرفني بس هاي من الأسئلة، وانتشر فيها وباء الكوليرا، فهل الكوليرا يدخل من ضمن الطاعون ويطبق عليه فقه الطاعون أنك ما تدخل إلى بلد يعني فيه وباء ولا تخرج منه إذا وانتشر الوباء؟ قال الشيخ أما عندي أنا فالطاعون كلما طعن في الجسم كل مرض معدي فأطبق عليه فقه الطاعون. وأرشدني إلى رسالة صغيرة قال لعلك لا تجدها في السوق لأنها قديمة، اسمها الماعون بأخبار الطاعون للحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل. والغريبة أن الحافظ ألف هذه الرسالة قيل أنه فقد بنتين من بناته في طاعون الشام. فقلت له جزاك الله خير يا شيخ أين الفائدة؟ قال اصبر اصبر اصبر، خشي يا شيخ أني أقفل التلفون. فماذا قال الشيخ؟ قال أنت ما نويت الخروج إلى الدعوة؟ قلت له نعم. قال اجعلها إلى بلد آخر. شوف كيف العلماء حريصون على إيش؟ أن لا يمنع الناس من الخير. فكانت فاتحة خير وذهبت إلى النيجر واستقبلوني إخواننا أهل السنة وقالوا لي هكذا رئيس أهل السنة. قال والله لما قيل لنا أنه هناك رجل من بلاد الحرمين يريد زيارتنا فقلنا كيف إخواننا في السعودية يتذكرون بدخول يتذكرون إخواننا أهل السنة بعد مرور 50 سنة من دخول دعوة التوحيد والسنة إلى أفريقيا. قلت في قلبي وما تدل إنها بالغلط
وبديل للأصل في الشعر. هذا الشيخ محمد العتيبي دائما يذكرنا بها هذه القصة. من الطرائف نخف عليكم المادة العلمية، الرجل الإماراتي ده من أصول عربية، قلت له أنا والله أكلت لحم الخنزير بالخطأ، فقال لي أنت أكلت لحم الخنزير بالخطأ؟ قلت نعم. قال احمد ربك أنا أكلت فضلات الخنزير، أنت أرفع مني درجة. فقال أخبرني بقصتك حتى أخبرك بقصتي. قلت له طيب. نزلت في ذات مرة في أبيجان في ساحل العاج ترانزيت، فنزلت إلى سوبر ماركت لإحدى تجار اللبنانيين النصارى، وأخذت أتبضع منه وعلب الخنزير شبيهة بالتونة، وأخذت كم قطعة من التونة، وفي آخر هذا علب مثل حقة التونة أبدا لم فتح مثلها، فربما أخذت واحدة أو ثنتين لا أتذكر، وجلست أكل من التونة. وسبحان الله يا جماعة، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لا أنسى هذا المنظر إلى الآن. كنا نائمين فوق سطح المسجد ومعي الأخ المضيف، لأن بيته كان يعني ما يحتمل ضيوف، كنا نائمين فوق سطح المسجد أنا وياه، فتحت التونة كان في رمضان في السحر للسحور، أكلت اللقمة الأولى أكلت اللقمة الثانية، سبحان الله ارتج الأمر عندي، لحم غريب ما قد أكلت مثله. فقلت له سماري سماري سماري، اسمه سماري سالم. قال شو؟ قلت هذا ايش؟ قال هذا كذا بالإنجليزي. ايش معنى بالإنجليزي بور؟ بور بور ايوه اتذكر حتى لا. قلت شو معنى بور؟ قال خنزير. قلت اعوذ بالله. ورحت الحمام اكرمكم الله، جلس استغرب، صار يقول لي من خارج الحمام يا شيخ يا اخ ابراهيم ربنا لا تؤاخذنا نسينا. قلت والله اني اعلم هذه الايه، وارفع الامه الخطا والنسيان، لكن ماش الجسم ماش ما يتقبل. قلت للاماراتي هذه قصتي، اخبرني عن قصتك. قال قصتي قبل ان تظهر الصين كانت الامارات ودول الخليج تستخدم الاثاث من البرازيل، اكبر مصانع اثاث كان يوجد وين؟ في البرازيل. فكان هناك تاجر اسباني اشتري منه كميات من الاثاث لشيوخ الامارات بمئات الالوف، كان يقول لي خلينا اكرمك بعشاء وغداء. قال لا 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 انا ما اكل عندكم، انتم كل اكلكم لحم الخنزير او منتجات. يقول مره من المرات قال لي طيب ما رايك ان اعمل لك وجبه كلها من الاسماك؟ قال ايوه اذا كان كذا اتفقنا. كل سمك؟ قال سمك من اول الطاوله اخر الطاوله. قال ابدا كل اسماك. قال وجئنا عند الطاوله تلك الاسماك التي ما رايتها في حياتك، الشيء مقلقل وشيء مشوي وشيء مقلي وشيء كبة وشيء بأنواع. يقول أكلت ما عاد قدرت أقوم من شو اسمه ذا من الكرسي. يقول بعد أن انتهى الغداء جلسنا نتمشى في قصره إلين ذهب بي إلى عامل يعني مثل البحيرة في قصره يربي الأسماك. قال أنا ما أشتري أسماك من الخارج، أنا أربي الأسماك عندي. قال فذهبنا إلى البحيرة، فلفت نظري أن فوق البحيرة مثل القفص الحديد فوق البركة الماء والبحيرة، وفوق القفص الحديد يوجد خنازير وفي فتحات للصندوق. قلت ما هذا اللي فوق؟ قال هذا خنازير. قلت ليش حطها هنا؟ قال أحسن طعام للأسماك فضلت الخنزير. قال يا كافر أقول لك أنا ما أكل خنزير، تأكلني فضلات الخنزير. وقد قلت لكم ما قيدت إلا إيش؟ إلا ما ثبت لدي. وقال يا كافر أنا ما عجبتك، يا كافر والله لي سنين وتقول لي أطعمك؟ أقول لك لا، أنتم تضعون يعني منتجات، قمت أكلني فضلات الخنزير. يقول أحسن طعام للأسماك فضل أتري قاعد لا، وبعد إيش الخنازير صغيرة يربيها وبعدها يبيعها، يعني يأكل من الضرس ده من الضرس ده، الأسماك يربيها والخنازير يأخذها صغيرة
حتى تتربرب وتضع كل فضلاتها شوعة الخنزير كيلوين ثلاثة باليوم يضعون بناء. هذه من ضمن تقييداتي في أفريقيا. من ضمن تقييداتي في أفريقيا قضية وجدت شيخ الطريقة في تشاد قبل أن يموت بسنتين أو ثلاثة، قال رأيت رؤيا أن كل من يزور قبري ويطوف به سبعة أشواط سوف أحمله على الصراط. ما شاء الله تبارك الله، صار نقل جماعة أتوبيس، ما صار شيخ الطريقة. إيش يسمى عندكم الأتوبيس نقل الجماعة؟ باص. باص باص، هذا صار باص، ما صار شيخ الطريقة. وقد قلت في تلك في ذلك المسجد وأمام الأتباع النقل والعقل يكذب هذا الادعاء. قالوا كيف؟ قلت النقل والعقل يكذب ذلك. أما النقل فإن النبي المجتبى والحبيب المصطفى عندما سئل عن الصراط قال أن الملائكة والأنبياء والرسل جاثون على إيش؟ وكبر اللهم سلم اللهم سلم. وشيخكم سردادي مردادي رايح جاي قاعد يحمل إيش الناس؟ وين عقولكم؟ ولو أن هناك طاف بقبره مليون شخص كيف يحمل هؤلاء المليون عنه؟ ما أعطاكم الله عقل؟ فرأيت العيون قد احمرت والوجوه قد تغيرت علي، فقلت لهم من باب المزاح حتى يعني حفظ النفس مقدم على حفظي على تبليغ الدين، قلت لهم والله يا جماعة أنا وزني قرابة 120، عرفت ولا؟ والله شيخكم ذا لو شاني من الكرسي ذا لباب المسجد والله ينكسر ظهره نصين، يبطل بعد كذا يكذب على الناس. فضحك الناس وكانت الحقيقة يعني لها دور. لكننا كنا نتألف الناس بالمال. والله يا جماعة درسنا على مشايخنا أهمية تأليف القلوب، ومررنا بكثير من الأحاديث التي فيها تأليف قلوب، ودرسنا يعني إخواننا وزملائنا طلاب علم الذين حضروا معنا الحلقات الأهمية، لكن والله ما عرفنا ما معنى تأليف القلوب إلا لما نزلنا الساحة والميدان. وقد علمتني الأيام الصوفي عطوا 30 دولار يخليك تتكلم في أبوه وجده بعد مو في عقيدته، وهذا من واقع تجربة في أفريقيا. في إحدى المرات في إحدى الدول قام لي شخص وقطعني في المحاضرة فقال لي قبل أن تكمل، الذي يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم عندكم كافر أم مسلم؟ عرفتم؟ فعلمت أن يقصد مسألة شديش الرحال، فتجنبت الكلام عليها وتكلمت عن المتفق عليه وهي قضية زيارة القبور. طبعا رأيت الناس سكتوا لم يوبخوه. ومن واقع تجربة معايشة في أفريقيا إذا قاطعك الرجل وسكتوه الناس فاعلم أن ليس له قيمة، وإذا قاطعك وسكت الناس فإما شيخ مال أو شيخ طريقة. فرأيت الناس كلهم أطرقوا برؤوسهم، فقلت في قلبي إذن أنا أمام إما شيخ طريقة أو شيخ مال. فقلت له أولا زيارة القبور سنة، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن زيارة القبور. من أراد إخراج قبر النبي صلى الله عليه وسلم من سنية زيارة القبور فليأتي بدليل لا مطعن فيه ولا مدفع له. هذه واحد. وأما الذي يقول زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كفر يكفر الناس فهو كافر. النبي صلى الله عليه وسلم من كفر مسلما فقد باء به أحدهما. ثم قلت للناس ألا أحد منكم زار المدينة؟ قال نعم. قلت هل منعكم من زيارة القبور؟ قالوا لا. قلت يا جماعة نحن مشكلتنا مع الناس ما ينزلون إلى نقطة الخلاف ومحل الخصومة بيننا وبينهم. عندما نمنع التمسح بالقبور، نمنع التبرك بالتراب، نمنع التمسح بالحديد وبالخشب، يقولون أنتم تمنعوا زيارة القبور، نمنع دعاء الأموات. فقال الله أكبر هيا كمل. بعدها سألت قالوا لي هذا شيخ طريقة، فأخذته قلت والله بلغ لأنك شيخ طريقة ومتبع، وأنا أبي كل يوم تجيني العصر
تأخذني الطفبي على المساجد. فأعطيته 50 فرنك فرنسي. قديما قبل أن يأتي اليورو الدول اللي محتلة سابقا فرنسا فالفرنك يكون سعره عالي، والدولار في أغلب الدول وش اسمه ده. فدولة الدولة اللي كنت فيها كانت محتلة فرنسا، فأعطيته 50 فرنك فرنسي. قلت له تأتي لي بتاكسي، وأنا أعرف قيمة التاكسي ما تجاوز 15. هو يظن أنني جاهل بالعمل وما يعلم أن هذا من باب إدهن السير يسير. فصار كل يوم العصر والله يا جماعة أدخلني مساجد ما كانوا أهل السنة يحلمون المرور من حولها، لأن من باب الفائدة الطريقة التجانية أخطر طريقة على أهل السنة. أينما وجدت بلدا أفريقيا فيه الطريقة التجانية فتجد السنة فيها ضعيفة ويتقربون لله تعالى بقتل أهل السنة، وقد حصل قتل من هؤلاء الطريقة لبعض إخواننا أهل السنة في بعض البلدان. فكان هذا الشيخ الطريقة أكرمكم الله يأخذ لي الحذاء ويقول للناس بعد الصلاة تعالوا هلموا أسرعوا لا أحد يفوتكم، الشريف السعودي من آل البيت حضر لكم. فقلت لأحد من أهل السنة يا أخي ترى أنا من الأشراف، الأشراف عندنا منزلة عالية في أفريقيا، أنت ما طلب من الرجل يكذب عليه لك، فأسكت عن هذا الأمر. هذا كله إيش بالدراهم والدنانير. وأذكر أيضا قضية الدراهم والدنانير في منطقة في شرق أبشة، في شرق تشات أبشة على الحدود السودانية التشادية. قالوا لي المجلس الأعلى في دولة تشاد ومعظمهم من الصوفية كانوا يعطوني سيارة أتنقل بها في الدعوة، فقالوا نسمح لك تتنقل في أي مكان، أما أبشة فلا نسمح لك لأنهم خطرين ونخاف على حياتك ونحن تهمنا حياتك. قلت في قلبي والله تهمني تهمكم دراهمي وقريشاتي، عرفت من ذا. فجلست سنتين لا أذهب إلى أبشة، فقابلت شيخ الصوفية في أبشة، قابلته وين في العاصمة، فقال لماذا تلف على تشاد لك أكثر من 3-4 سنين ولا تأتينا في أبشة؟ قلت والله المجلس لا علا يكون أنتم خطرين تقتلون الوهابية، عرفت من ذا، وأنا والله أخاف على حياتي. قال والله كذابين، والله يريد أن يأكلوا لوحدهم، تعال وأنا أحميك في قلت أنزل في بيتك، قال تنزل في بيتك مسؤول عني، قال مسؤول عني. هذه الدولة حصل قتل فيها التجانية في منطقة اسمها أم تيمان، أحد من تشاد هنا، أحد من تشاد أم تيمان يعرفون أم تيمان، قتل فيها 10 من إخواننا أهل السنة قتلهم التجانية، والحادي عشر مات بسكتة قلبية لما حاطوا في بيته وانتشر الخبر قتل على السنة. سبحان الله جاءت له سكتة قلبية، وقام المجرمون من الصوفية وشكلوا لجنة وراحوا إلى البلدة وقالوا أن هؤلاء شباب تهورون وهم السبب وأهدروا دماء إخواننا 10-11 أو 10، والأخير مات بسكتة قلبية عندما أحاطوا بقلب. فقلت له طيب هذه الزيارة يعني على وشك الانتهاء، لكن الزيارة الأخرى أوعدك. وفعلا الزيارة الأخرى ذهبت إليه مسيرة يوم وليلة قرابة 1100 كيلومتر، وصلت إليه ونزلت حطيت رحالي وعفشي عنده وأعطيته والله ماني متذكر 400 دولار 500 دولار. هو استلم الدولارات وقال لي ما قاله النجاشي للصحابة، أنتم سيوم سيوم، يعني أنت لك مطلق الحرية. فكنت في المحاضرات كان رجل خبيث من التجانية وعنده علم ليس جاهلا، عرفت لا، فكان يتبعني في المحاضرات. فتكلمت عن التوسلات الشرعية في الدعاء وقلت التوسل الشرعي في الدعاء توسل بأسماء، وقسمت إلى قسمين عام وخاص. العام دليل حديث ابن مسعود اللهم نسألك بكل اسم عظيم لك سميت من نفسك، وخاص حديث أبي بكر الصديق اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ثم التوسل بالصفات وقسمت إلى قسمين، ثم التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، ثم التوسل بالأعمال الصالحة، ثم التوسل بذكر الحال كما في قصة موسى ربي لما أنزلت لي من خير فقير. بعد أن انتهيت قام هذا الخبيث وقال يا جماعة الوهابي هذا يبدع التوسل بالصالحين. قال يا وهابية نعرف عقائدكم، كنت تذكر التوسلات الشرعية 1-2-3-4-5-6-7 معناه غيرها إيش بدعية. فسكت عنه ما ردت عليه. مرة أخرى كنت أتكلم في السيرة وتكلمت
في قضية بركة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء فيه مباركة، ريقه مباركة، نخامته مباركة، عرقه كان يضعون الصحابة عرقهم مع طيب فيزداد ذلك الطيب طيبا بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملابسه مباركة، كان الصحابة يتبركون بها، لكن علموا أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تتبرك الأمة بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وكل من يدعو الناس إلى التبرك به فهو طاغوت يدعو الناس إلى عبادته. فقام قال يا الرجل اشهد على هذا الوهابي، هذا يمنعكم من التبرك بالصالحين. هذا كان اليوم الرابع لي من الزيارة، وكنت يعني واضع 10 أيام، فذهبت إلى بيت الشيخ الصوفي وأخذت الشين الطبعي وقلت لأبنائه روحوا لشيخكم وقل له السعودي يريد أن يغادر. فجاء يركض ليه، لأنه كنت مؤمله في السفر عند سفري أن أعطيه شيئا. قال إيش في؟ قلت له أنت وعدتني بالحماية وهناك رجل يتبعني ويقاطعني ويتكلم علي أمام الناس. قال صفه لي فصفته. قال عرفته، أنا اليوم العصر إن شاء الله أجي معك. وفعلا في درس العصر جاء وجلس عن يميني. فصرت أتكلم والله ماني متذكر، في نص الكلام قام الخبيث زين هذا فقال له يا قليل الأدب اجلس، ضيفي تخطئ عنه، والله أنفيك من أبشة كلها. قلت في قلبي بدراهم ودنانير يدافع عني الشيخ الصوفية، بدراهم ودنانير يدافع عني الشيخ الصوفية. طيب ننتقل إلى مسألة مهمة وهي قضية كيف تدعو في أفريقيا. أولا أنا الحقيقة أقول لا أشجع أي شخص على أن يخرج للدعوة في أفريقيا، وربما قد يهزم الحق على يديه. وأذكر قابلت مجموعة من التبليغ من أهل القصيم عندنا من أهل نجد، 5 ناس سعوديين. فقال لي أحدهم في مسجد قابلته عند الصوفية، قال والله عندهم أذكار بدعة. قلت له ما أدراك؟ قال أمس سمعتهم يقولون تلك الأذكار، فقلت للذي بجواري هذه أذكار بدعة، وشكل هذا التبليغي وقع في يد واحد طالب علم صوفي. ترى لا تظن الصوفية عندهم علم، عندهم علم الحديث أصول الفقه واللغة العربية. قال قلت له هذه الأذكار بدعة. قال من قال لك بدعة؟ قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم، التبليغي يقول من أحدث بأمنها المسلم. تعرفون التبليغ ما ينكرون، لكن عندنا هالنجد عندهم لفحة للإنكار حتى لو كان تبليغي، يعني عند رائحة بعض من العلم والعقيدة. فقال له الصوفي هذا الدليل عليك وليس لك. قال كيف؟ قال من أحدث في أمرنا، والأذكار من إيش؟ من أمرنا، إلا إذا كنت تقول أن الأذكار ما هي من أمرنا، ما هي من الإسلام، والله أظن أنتم الوهابي عندكم دين جديد ليس موجود في الإسلام. قلت ماذا رددت عليه؟ قال والله سكت. قلت شوف الآن غلب الحق على يديك، هل ذكرت له البدعة الإضافية وأن هناك من الأمور ما تكون السنة في أصلها ثم يطري عليها طارئ فتكون بدعة؟ ومثال حديث ابن مسعود، وحديث ابن مسعود عندما جاء إلى أناس حديث بموسى الأشعري وابن مسعود رضي الله تعالى، قال يا ابن مسعود رأيت أمرا خيرا وليس بخير. قال ما رأيت؟ قالت أناسا ويقول أحدهم قولوا سبحان الله 100 مرة، قول الحمد لله 100 مرة. فقال أريني إياه. طبعا لاحظ أمر خير، سبحان الله خير، الحمد لله خير، لكن الطريقة الجديدة صوت جماعي واحد الآمر. فقال ابن مسعود ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع ما بدلتم دين نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهذه أوانيه لم تكسر وثيابه لم تبلغ. قالوا يا أبا عبد الرحمن إنما أردنا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصب. ثم قال الخير في متابعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه رضي الله تعالى عنه أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وإني لأظنكم أنكم منهم. ربط ابن مسعود هؤلاء بالخوارج. ولاحظوا يا جماعة أناس أهل بدع، كيف ابن مسعود ربطهم في الخوارج؟ ها؟ من يجيب؟ وله جائزة السؤال من عندنا والسؤال من السنة، ولذلك بوب البخاري باب السؤال في العلم في كتاب العلم، وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم نخل شجرة تشبه المؤمن، لكن الجائزة تكون من شيخنا الشيخ حمد. نعم.
تكبر. فتح الله عليك. هذه قاعدة عند أهل السنة لكنها ليست هي الإجابة. لكن نعم البدعة كما قال شيخ الإسلام تكون شبرا ثم تكون عند الأصبع أتباع إيش بعد. وهذه جملة جيدة عند السلف لكنها ليست هي. طيب هؤلاء بدع عندهم بدع أذكار، كيف ربطهم ابن مسعود بالخوارج الذين يسفكون الدماء؟ كيف؟ نعم يا شيخ. لكن كيف ربطهم؟ نعم كيف ربطهم انهم قال حتى قال الراوي والله راينا عامتهم يطاعنون يوم ايش؟ يوم النهروان. من باب الفائده هذه هذا الاثر ذكرت فيه قرابه 29 فائده وهو موجود في النت منادى الرجوع اليه، وقام شيخنا الشيخ سليمان الرحيلي في مسجد خبا وعقب على هذا الاثر لمن اراد الرجوع اليه في 29 فائده. وقلت ان هذا الاثر يعني من اعظم الاثار التي وردت لنا. لماذا؟ لانه يبين لنا مفهوم الصحابه في العباده، كذلك لانه علمين من علام الصحابة من العلماء، أبو موسى الأشعري عالم وابن مسعود عالم. لكن لماذا ربطهم بالخوارج؟ نعم لكن كيف ربطهم هنا السؤال؟ نعم برضو هذه فائدة. إذا رحنا المدينة نشوف سمعتكم، سألنا أهل السنة في الكويت ما أجابوا. ها في الأخير نعم الشيخ. لا أنا أقول لكم هي فيها نوع من الصعوبة. أي نعم يا شيخ تفضل. استحل السيف، هذا قول أيوب السختياني رحمه الله. طيب شوف يا جماعة ابن مسعود كيف توسم فيهم أنهم الخوارج؟ انتبهوا جيدا، هؤلاء الذين ابتدعوا تركوا فهم الصحابة، لاحظوا تركوا فهم إيش الصحابة وجاءوا بطريقة جديدة للعبادة. وما الذي أوقع الخوارج في استحلال الدماء؟ أنهم كفروا الصحابة وتركوا فهم الصحابة الكتاب والسنة واستقلوا بالفهم. فعلم ابن مسعود طالما أنهم استقلوا بفهم العبادات عن فهم الصحابة سوف يستحلون في الدماء. ولذلك من فوائد التي ذكرتها في كتاب القصة الكاملة أثر ابن عباس عندما قال جئتكم عند مناظر، قال جئتكم من عند أصحاب رسول الله، يقول الخوارج وليس فيه منكم أحد. لماذا؟ لأنه ما فيهم عالم إيش واحد. فهؤلاء تركوا فهم الصحابة في فهم العبادات فسوف يتركون فهم. وعلة الخوارج واستحلالهم للدماء لأنهم كفروا الصحابة واستحلوا الدماء. فلذلك أنا أقول يا إخوة لا بد من العلم، ثم العلم تخرج تنفع إخوانك مع كتب مع كذا بعض الوعظ. نعم أما أنك تخرج وخاصة في مساجد العوام مساجد الصوفية قد يلقى عليك شبهة فيجعلك في حيص بيص. وقد حصلت لنا بعض المواقف، يعني أذكر في واحدة من القرى دخلناها وتكلمنا كلام عام في التوحيد، بعد المحاضرة قالوا لنا الناس هل أحمد القادياني رسول ونبي؟ قلنا أعوذ بالله. يا جماعة من يعتقد أن أحمد القادياني نبي ورسول كافر. قالوا هذا الإمام الذي على يمينك الآن يقول بنبوة ورسالة أحمد القادياني ومعه 4 أو 5 من القرية. فاشتد النقاش بيني وبينه وأبى الخبيث إلا أن يصر على أن أحمد القادياني نبي. فقلت له ما دليلك؟ قال يبعث النبي صلى الله عليه وسلم على رأس كل 100 عام من يجدد هذه الأمة أمر دينها. إيش تقول على هذا الجواب؟ تقول لي أنه هو مجدد وليس نبي؟ يقول هذا فهمك. إيش جوابكم؟ ها؟ يقول ختم النبوة، ولكن هذا الحديث خاص والخاص يقيد العام. المطلق المطلق الخاص يقيد العام. نعم يقول هذا فهمك. لا الأمر سهل جدا، نقول ممتاز أحمد قادياني الآن
مر عليه 100 سنة، من هو النبي الجديد؟ اترك أحمد القدياني واتبع إيش النبي الجديد. ثم قلت للناس بفضل من الله تعالى لا يحل لكم أن تصلوا خلف هذا الرجل، لا يجوز شرعا، هذا الرجل لا يجوز شرعا أن تصلوا خلفه. قالوا ما عندنا مسجد، وبنينا لهم مسجد بجوار مسجده فضل تعالى. وبلغني بعد سنوات أنه رحل الحمد لله من القرية، وأثناء بعد أن قمنا الحج عليه قام رجل يريد أن يتضارب مع الإمام، فلما سألت السبب قالوا هذا الرجل كاد أن ينضم له، فلما تبين له أنه كفر كأنه أراد أن يخنقه لأنه كاد أن يوقعه فيش في الكفر. الشاهد من هذه القصة قد يغلب الحق على يديك إذا لم تكن يعني تقريبا. هذه وصايا للإخوة عموما وإخواننا في الجمعيات، إخواننا في الجمعيات الحقيقة وليس منهم قصور، لكن يركزون كثيرا على قضية المشاريع وبناء المساجد وبناء المدارس، ويقولون يعني أن لابد أن تكون منطلق في الدعوة. نقول نعم، لكن أنا أوصي إخواني بالاهتمام بطلبة العلم والدعاة. والله وجدت دعاة في أفريقيا والله لو ما تملك إلا ثوبك تقاسمه، وعندهم من الصدق والإخلاص والبذل والعطاء، وخاصة البعيدين عن الأنظار. المشكلة التي وقع في إخواننا الجمعيات والجامعات وغيرها، تجد الدورات الشرعية في العواصم، المراكز الإسلامية في العواصم، اختلاط الصائم في العواصم، كفالة الدعاة في العواصم. ويزيد الطين بلة أن الأفريقي إذا جاء من الأدغال ومن العشاش وجاء في الكويت وفي الإمارات وفي السعودية وجلس عند المكيفات والثلاثة وجبات صار جلده ناعم، الأفريقي مستحيل يرجع إلى الأدغال، فتجد يجلس وين؟ في المدن والعواصم. والله قابلنا إخوان طلبة علم عندهم من الصدق والإخلاص والدعوة والبذل في الأدغال وفي القرى، والله لو تملك ثوبة. والله ذكر لي 2 من الإخوة في بعض المناطق فزرتهم وقد غردت عنهم قبل 1.5 سنة في 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 تويتر أثناء تجمع الطلاب حقنا المحضرة، فلاحظت أكياس من النايلون، فيأتي الطالب هذا يأتي بقليل من الرز وهذا قليل الدقيق وهذا يأتي بشيء من السكر وهذا يأتي شيء من الشاي، فاستغرب عندهم حفلة اليوم ولا إيش كل طالب. فلما سألت قالوا هذه أجرة الشيخ يوم الاثنين ويوم الأربعاء، هذه أجرته، قليل زيت قليل رز قليل كذا، لأنه مو معقول يتسول يدرس أبناء المسلمين ويتفرق ويتسول. قابلت بعض طلبة العلم يعمل فران، قابلت بعض طلبة العلم يعمل حجر وطين، وفضل الله تعالى جزء من دعوتي أولا خصصتها خارج الأقاليم. خارج الأقاليم يا جماعة إذا ميتين جوع وجهل، ميتين جوع وجهل، والله إذا رأوك يظنك عربي يظنونك أحد من الصحابة، وما يدرون عنك أنك بالكاد تصلي الفجر حاضرا. فكنت أركز كثيرا على الأقاليم. من الطرائف التي سجلتها عن طلبة العلم كان شيخنا الشيخ حمد علي آدم كل ما قابلني يقول إيش أخبار داعية التوحيد اللي ضيع القبلة. والشيخنا الشيخ حمد آدم كان يكرمني بالنزول في بيتي قبل أن يشتهر الشيخ، بعد ذلك كان الإخوة يستأجرون له بجوار الحرم، وإلا كان دائما ينزل هو وأسرته. وهذا من تقم انتقاداتي في أفريقيا. وجدت إحدى الدعاة في النيجر قديما قبل أكثر من 20 سنة، والله يا جماعة تحت شجرة يدرس، طردوه الصوفية طردوه، ما عنده يعني مسجد، فالحمد لله بنيت مسجد له. ثم جئت له بمليون فرنك سيفة حوالي 10,000 ريال سعودي، قلت له هذه وقف من فاعل خير تشتري فيها مزرعة، تشتري فيها محل تجاري، تشتري، وهذه 300 دولار مصروف لك، إياك أن تصرف من المليون فرنك سيفة شيء، تراهي وقف. فأمسك المليون فرنك سيفة قال هذه كم؟ قلت له مليون فرنك سيفة، هو ما شاف في حياته 5,000 فرنك سيفة في حياته. قال أين القبلة؟ نحن في بيتي، ضيع القبلة. قلنا نحن في بيتك، فقال مرافقي هكذا القبلة، فسجد سجدة شكر
والله يا جماعة تذكرت حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حادثة الإفك لما نزلت براءتها قال لها أبوها قومي احمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله لا أحمد رسول الله وإنما أحمد إيش الله عز وجل. قيل للشعبي يا شعبي ما هي كلمة كبيرة كيف تقول لا أحمد رسول الله؟ قال ومن قال ذلك؟ والله لقد عادت الحمد لمن؟ لأهله. والله يا جماعة ما قال لي جزاك الله خير. ها؟ جلس وسجد شيخنا الشيخ محمد علي آدم دائما كل ما قابلني قال ها ما أخبار داعية التوحيد الذي ضيع إيش؟ ضيع القبلة. وقابلت والله نماذج. قابلت رجل قالوا لي الإخوة لا تعطيه مالا لن يأخذ منك ولا فرنك واحد. قلت لهم لا أنا عندي طريقتي في إقناع طلبة العلم. وذهبت وقمت في بيتي 3 أيام يا جماعة آكل وأشرب وأنام في بيتي. والله لما صفحت أول مرة خشونة يعمل النجار خشونة اليد النجارة في يده. بعد أن قمت 3 أيام خرجت دراهم من جيبي وقلت له كأنك نفضته. قال لا أنا لا أخذ. قلت هذه طريقة. قال لا أنت وزعها عن طريقه. قلت في قلبي والله خسرت يعني التحدي مع الإخوة. قالوا الإخوة لا تحاول لا الرجل لا يأخذ منك. ومن عادتي في أفريقيا أنني أخذ في كل رحلة من رحلاتي شنطة فيها 25 كيلو أعبيها. الشنطة هذه دائما أقول لأقاربي من حولي ومن الإخوة أي شيء في بيتك تستغني أنا أخذ معي قطعتين وكتب ومصاحف وما تيسر من المتون لكن لابد أن أخذ ما تيسر من الثياب اللي بحالة جيدة مكسسوارات هذه حق البنات الصغار نوزعها على طلبة على طالبات التحفيظ ساعات مستغنى عنها أجهزة قديمة جوالات أيبادات أكرمكم الله جزم رياضية ترنكات ملابس. والله يا جماعة قبل 3 سفرات في دولة من الدول عادة أنني أقوم بتوزيع على نفسي لكن في تلك الرحلة الشنطة تخلفت عني ما وصلتني فسافرت تنقلت في المغل بالمدن ولما جئت قبل سفري بليلة استلمت تلك الشنطة فأعطيتها واحد من الإخوة الثقات وقلت له وزعها عن طريقك. فلما جئت الرحلة اللي بعدها قلت له قمت بتوزيعها؟ قال نعم والشيخ فلان عرضت عليه أول واحد وأخذ منها ثوبا. والله يا جماعة إني شعرت بالأسى والحزن في تلك الليلة. والشيخ فلان أعرفه من أعلم من قابلت في حياتي في أفريقيا وأنا أعتبر عالم بلده من غير ذكر اسمه يعني حفاظا على يعني كرامته. وهذا الرجل أجتهد في عمل له مركز وسكن وكذا لا أعلم أعلم من قابلت في أفريقيا وأنا قابلت في أفريقيا بعض طلبة العلم وهذا الرجل لا أحد أعلم يعني منهم متمكن في الحديث واللغة وعنده طلاب ولو عمل له مركز لا ضربت له أكباد الإبل. لكن قالوا الإخوة أنا زرته في بيتي أكثر من 3 مرات 4 مرات وبيته من الصفيح لكن الإخوة قالوا إذا كان تبني مركز لا تبني له سكن له شخصي وسكن للطلاب. والله يا جماعة شعرت بالأسى مثل هذا عالم من علماء الأمة يقبل بحاجات مستعملة. ما السبب؟ السبب يعني نحن تقصيرنا في هذا المال. وأنا دائما أقول والله ما رأينا أن بعد الإخلاص في الدعوة والعلم والمال 3 أمور هي عصب الدعوة الإخلاص لله عز وجل والعلم ثم بعد ذلك المال وبذل وسوف تكون نتائج. وقلت لكم وما زلت أقول نبشركم أن دعوة أهل السنة هي المنتشرة وكل يوم نسمع أن أهل البدع يتركون طرقهم ويدخلون في دين أهل السنة وهذه من علامات الحق وقد فهمها هرقل كما ثبت في صحيح البخاري قال لأبي سفيان أتباع محمد يزيدون من قصون قال يزيدون قال فذلك الإيمان إذا خلق شر. ونقول للناس ما سمعنا أحد ترك دعوة التوحيد وذهب إلى القبور ترك البدع ترك السنة وذهب إلى الاحتفال بالموالد وغيرها. وأقف عند هذه الدقائق وغدا كان فهمت وين المكان في غرف عبد الله ها كبت ها
طيب غدا لكنني قلت لإخوة يعني نزلوا محاضرة حتى لسير ازدواجية عن فوائد من قصة موسى مع بنات شعيب، نزلت في بالمعنى من هذا، وفيها فوائد جمة، فوائد عقدية وفوائد إيمانية. ودائما تعودت في أفريقيا أنني لا أتكلم مع الناس بطريقة مباشرة، دائما أتكلم بالطريق غير مباشرة، نأتي بآية ونتكلم واحد اثنين ثلاثة أربعة حتى نصل المقصود. السيرة نتكلم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، عن آيات النبي صلى الله عليه وسلم لما تسمى بالمعجزات، تسمع كركرة الصوفية من آخر الشارع في المسجد، ها لجينا آخر ما ضوابط في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، عدم الغلو فيه، عدم الابتداع في دينه. وإذا الكركرة والضحك راح من الصوفية. أذكر من الطرائف التي أختم بها، كنت مرة في السودان فمررنا بمنطقة وفيها طالب علم خريج جامعة الإمام، وأسمع عنه خيرا، خريج جامعة الإمام قديما ودرس على الشيخ الفوزان والمفتي وغيرهم. فقلنا للإخوة نمر على الأخدة نصلي العصر عندهم، فدخلنا مسجده ولا يعرفني شكلا لكني يسمع بي سماعا. فبعد الصلاة قمت أمسكت بالميكروفون، ولعله ما انتبه للمرافقين اللي معي اثنين من الإخوة من أهل السنة، ولو انتبه لعرف يعني من أنا. فتكلمت عن فضائل الوضوء، ثمانية فضائل كلها بأدلة صحيحة صريحة، تنجي من النار، عامل من عوامل زيادة الخشوع، سبب رفعة الدرجات، العلامة على الإيمان، وكل فضيلة أذكر الفائدة. ثم بعد ذلك ذكرت كيف تحسن في الوضوء، وذكرت منها الاتيان بالواجبات، الاتيان بالسنن، ثم ذكرت من السنة في الوضوء أنك تقول دعاء إيش؟ الوضوء. ما هو دعاء الوضوء؟ أشهد أن لا إله إلا الله. ثم بديت أشرح في كلمة التوحيد. فلما رحنا بيته قال سامحني والله ظننت بك ظن السوء. قلت ما ظننت؟ قال لما بديت أتكلم عن فضائل الوضوء قلت شوف التبليغي هذا جاي من آخر الدنيا ويتكلم عن فضائل الوضوء. قال والله لما وصلت إلى آخر الكلمة بديت تتكلم عن دعاء الوضوء ثم شرحت، قلت والله هذا ليس تبليغي، هذا أمر قد بيت بليل. فلعلنا بكرة في قصة الشعيب وموسى فيها فوائد جمة وعظيمة، وتسمعون ما يسركم لمن يعني تسمح له الظروف. ونترك الكلام لشيخنا الشيخ حمد جزاه الله تعالى خيرا. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم على ما أمتعنا بهذه الفوائد وهذه الطرف التي ذكرها من خبرة أكثر من 25 سنة في الدعوة، 28 سنة لا تنقص حكي أكثر، أنا قلت شيء ما يقارب 28 سنة في رحلاته إلى أفريقيا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل عمله وأن يجزيكم خيرا على حسن استماعكم. والله هناك بعض الأسئلة لكن نشوف العشاء جاهز ما نريده يبرد، وممكن إن شاء الله يكون في بعد العشاء من أراد الانصراف. نعم. نقول نجيت عشر وأيضا ساعة. ننبه على درس الغد إن شاء الله للشيخ، راح يكون بإذن الله في منطقة كبد، استراحة شباب عبد الله المبارك في منطقة كبد بعد صلاة العشاء الساعة 7:45، وعنوانها فوائد من قصة موسى عليه السلام مع شعيب عليه السلام وبناته. هذا وجزاكم الله خيرا جميعا وبارك الله فيكم، وقوموا إلى العشاء. أما بالنسبة للمحافظة على الطاعات، وهذه نقطة مهمة لنا جميعا، أعظم ما يعينك يا مسلم على فعل الطاعات استحضار الأجور والفضائل. اليوم يا جماعة ما الذي يجعلنا نتكاسل عن بعض الطاعات؟ نغفل عن قضية الأجور. أينما لاحت لك طاعة في زمان ما، في مكان ما، في اليوم، في الليل أو في النهار، تذكر ما ورد فيها من نصوص. معرفة نصوص وفضائل تلك الطاعة من أعظم الأمور. وبضرب المثال يتضح المقال. قبل أن أضرب لكم المثال، الفطرة في قلب كل مسلم محبته للطاعات وإن حصل منا تقصير في فعلها، والفطرة في قلب كل مسلم بغضه للذنوب والمعاصي وإن يحصل منا أحيانا. لكن ما الذي يعينك أنك تستحضر، استحضر دائما الأجور. أعطيكم مثال، الوتر كم ركع الوتر؟ ها فتح الله عليك، قال له إيش ركع؟ نص حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة واحدة. شوفوا يا جماعة، الزمان من بعد العشاء إلى أذان إيش
الفجر، بل ثبت في 3 آثار عن الصحابة أنهم كانوا يوترون بين الأذان والإقامة بشرط أن يكون هو محافظ على الوتر وفاته في تلك الليلة. فنقول لك لقد كان لك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. ما هو أجر الوتر؟ ركعة واحدة، ما هو أجرهم؟ وتر يحب الوتر، هذا وتر يحب الوتر. هذه إجابات سواق التاكسي، نبغى إجابات طلاب العلم. أنا دائما في أفريقيا لا سألت سؤال وجابوا إجابة سهلة نقول له هذه حقة المهندس والمثقف سواق التاكسي، لكن نحن نريد إجابة طالب العلم. ما هو أجر؟ نعم يا شيخ. لا، هذا ليس بالوتر، نحن نريد أعظم فضيلة على الوتر. ها نعم. لا لا ها يا جماعة، لما تخرج هذه الليلة إلا بهذه الفائدة. ثبت في حديث حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة سادسة فأوتروا. يا جماعة لاحظوا، الجهد ركعة، ركعة ما أظنك يصيبك التعب والنصب. الزمن معك من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر بركعة واحدة. الأجر صلاة سادسة. الناس يصلون كم صلاة في اليوم؟ ها؟ لا شكلكم ما تعشيتوا. ها 50 يا جماعة، 50 والله يا جماعة. هذه خذوها فائدة من الشيخ بن عثيمين: ليست الحسنة بعشر أمثالها، الصلاة لها نص خاص كتبها الله 50، ثم تكرمة للنبي الأعظم ورسولك وجعلها كم؟ قال: وهي 5 بالفعل و50. ما معنى 50؟ الآن صلينا مع شيخنا الشيخ حمد صلاة العشاء، كتبت لنا 10 صلوات العشاء. إذا كبرت قلت الله أكبر كتبت لك 10 مرات، إذا ركعت كتب لك 10 ركعات، إذا قرأت الفاتحة قلت. هذا معنى 50. قال الشيخ بن عثيمين: يكتب لك أجر 50 صلاة. إذا أنت إذا أوترت كم صلاة صار يكتب لك؟ 60. أي صريح. ما الذي يجعلك ما تحافظ على الوتر؟ الغفلة عن إيش؟ عن الطاعة. وأعطيك علاجا ناجحا للمحافظة. هذا العلاج ده للي يشكو من الوتر كحالة، لأنه نوتر ليل وترك ليالي. أما اللي أكرم الله بالوتر هذا أمر آخر. ابدأ من الليلة، صليت العشاء أوتر بركعة واحدة في مكانك وحافظ عليه شهر، شهر ونص، شهرين، 3، ثم زده خلوا 3 ركعات، واجعله حتى يصبح عندك الوتر من المسلمات. بعد ذلك خلاص أصبح عندك ثابت عندك الوتر، حافظ عليه شهر شهرين في المسجد. أنا أريد منكم المسجد، وجدت فرصة في البيت صلي ركعتين لكن أوتر. بعد ذلك تزيد زد تملك. والله أذكر واحد من العوام ألقيت الكلمة دي عن فضل الوتر، ولي كلمة في فضل الوتر ذكرت فيها 10 فضائل من فضائل الوتر. أرسم الله ممكن يرجع لها فضائل صلاة الوتر أخوكم إبراهيم الحميد. فقام لي رجل من العوام بعد كلمة قال: الله يجزاك الخير، والله سنين وأنا أغالب قضية الوتر. قال: الليلة بديت تو الآن أوترت هنا في المسجد. فاستحضار الأجور، عرفتم؟ استحضار الأجور من أعظم الأسباب. نأخذ مثال آخر، حديث كلكم تعرفونه: ما الذي يمنعكم من العمل به؟ والله ليس كثير جهد، وإنما ما هو؟ بارك الله فيكم، غياب الأجر. حديث البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الرحمن ثقيلتان ايش في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله. ما الذي يمنعك؟ خذ حديث اخر: من قال سبحان الله بنيت له ايش نخلة في الجنة، شجرة في الجنة. والاسبوع الماضي في درس شيخنا الشيخ سليمان الرحيلي قال كلمة عجيبة، وهذه دائما اقول للاخوة بركة الحضور الحلقات. يا جماعة لا تحرم نفسك، ولو كنت أنت فلان ابن فلان لا تحرم نفسك من حلقات العلم. والله الذي لا إله إلا رب سواه، ما يوم من الأيام جلسنا في حلقة إلا وخرجنا بفائدة زيادة إيمان أو زيادة طاعة. الشيخ لما كان في باب النوافل فقال
في حديث من صلى لله 12 ركعة بنى له بيتا ايش؟ يا جماعة 12 ركعة كم تأخذ؟ ساعة؟ صح ولا لا؟ ساعة. عمل ساعة يبنى لك بيت في الجنة. بل نقل لي أحد الإخوة، أنا ما طلعت عليه لكن ببحث عنه، الشيخ بن عثيمين يقرأ يبنى له كل يوم بيت في الجنة. الأخ طالب علم أثق فيه من طلابي قال أنا سمعت الشيخ يقول هذا، لعلي أبحث عن المسألة. يا جماعة 12 والله ما تتجاوز نص ساعة، ساعة لرب يبنى لك بيت. ماذا قال الشيخ؟ اسمعوا، قال أحدنا اليوم يشتغل 30 سنة من الصبح للعصر، وفي الليل بعد يروح يطقطقله في مؤسسة عقارية وكذا عشان يبنوا ليش بيت، وهذا نص يبنى لك قصر بيت في الجنة. الخلاصة عشان اختصر، استحضر دائما ايش؟ الأجور. الصدقة ذكرت لك ايش؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وذلك الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله قال على طالب العلم ان يحرص، المسلم ان يحرص كل يوم على اخراج صدقة. لماذا؟ لماذا يحرص كل يوم؟ ها؟ ضاع الحديث عند اهل الكويت. فتح الله عليك، دعوة الملكين، صحيح ولا مو صحيح؟ عرفت لا؟ كل يوم ملكان في السماء يدعون لك. لو استحضرت أن كل يوم يدعى لك والله ما تتأخر عن الصدقة. يا جماعة السندويش صدقة، البارد صدقة، العصير صدقة، ربع الدينار صدقة. يقول ابن القيم والله ما رأيت شيخنا الشيخ الإسلام ابن تيمية إلا ويخرج كل يوم مع صدقة، حتى أن رأيت في كمه أحيانا كسرة خبز. والله جماعة عندنا حنا أكياس من الخبز في بيوتنا، ما عندنا كسرة خبز. آخر سؤال، لا نريد أن نطيل علينا وعليكم، جزاكم الله خير. يقول السائل ما هي شروط المناظرات وما هي نصيحتكم للشباب المتكاسلين عن الدعوة؟ أما بالنسبة للمناظرات فنصيحتي لا تناظر أبدا، هذا ليس هدي السلف المناظرات. لسنا شكاكين في عقيدتنا وديننا، لكن إن فرضت عليك ف كنت من أهل العلم فتجهز. أما أنك تبحث عن المناظرات فهذا ينطبق عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتمنوا لقاء إيش؟ العدو، وهو شامل العدو في العقيدة وفي غير العقيدة. لا المناظرات هذه، أنا حاولوا المجوس هؤلاء شغبوا علي سنة في تويتر أني يعني يطلبون مناظرتي، هذا اللي في لندن شو اسمه؟ الخبيث هذا عاسر البغيض، يعني أرسل لي رسائل مع ياسر يطلب نظرتك. قلت على ماذا نناظر؟ أولا لسنا في شك من ديننا، هو عنده شك في دين يبحث كما قال الإمام مالك. ثانيا على ماذا نتناظر؟ الكتاب عندكم محرف، بل يقول الذي لا يقول بالتحريف فهو كافر عندنا. ما نقول ان الذي لا يقول بتحريف القرآن، ما نقول ان القرآن محرف، نقول الذي لا يقول بتحريفه هو كافر عندنا. السنة الصحابة كفار. فخطرت لي فكرة ان اطلب منه المباهلة، وشاورت شيخنا الشيخ عبد المحسن وهو شيخ اجازة ودراسة، شرفت بالجلوس في حلقتي 7 سنوات، وعندي فضل الله تعالى تزكية كما يقول الشيخ عبد الرزاق ما كتبها لأحد قبل ولن يكتبها لأحد بعد، حتى كتب قال أنه أهل التدريس في المسجد النبوي. شاورت الشيخ في قضية المباهلة على 3 أمور، أن القرآن محرف وأنا أقول لا هو يقول القرآن محرف، أن الصحابة ارتدوا، أن أمنا عائشة وقعت في كذا وكذا. فقال الشيخ لكن أصبر حتى أنظر في الأمر. فجئت اليوم الثاني قال لا، حتى المباهلة لا تباهله. فدائما نحن نقول الإشارة من علمائنا تعتبر أمر لنا. بس نكتفي بهذا، ولعل نجد فرصة إن شاء الله بكرة نجيب على بعض الأسئلة. شكرا الله لكم وللحاضرين جميعا، بس الله جل وعلا سامحونا على التطويل، لكن خففنا لكم المادة يعني ببعض الطرف والملح لعلها. لكن خلينا أختم لكم بواحدة تخص قضايا التعدد، عرفت من لا؟ شوف ما شاء الله تبارك الله، هذه كذا، هذه هذه شوف ايوه شوف هذه. انتم ذكرتونا بالشيخ عبد الله بن قعود عليه رحمه الله، عرفت من لا؟ من عضو هيئه كبار العلماء سابقا، اي نعم، عضو هيئه كبار العلماء، وحضرنا له محاضره قديمه في جده، فتكلم
وسئل عن الجهاد قال الآن لا يوجد جهاد، لكن نسأل الله تعالى أن يعيد الجهاد، وبإذن الله تعالى عندنا يقين أن الجهاد سوف يعود، وسوف تعود لكم الأمل الألمانية والبلجيكية والإيطالية. فضحك الشباب قال لهم الشيخ الحين ساعة نتكلم في التوحيد، ما إلا ضحكتم عند الأمل البلجيكية. أما الطرف اللي من أفريقيا فأنا متأكد أنكم تقعد تضحكون من الليل أن تصلوا للبيت، وإن شاء الله بإذن الله تعالى كل تقييداتي في أفريقيا موجودة عندي مكتوبة رؤوس أقلام، لكن والله إني مشوش لرأسي، وعندي رحلة كل شهرين أغيب 15 يوما، وعندي موسوعة خوارج العصر 3 مجلدات. الطرفة جزء من دعوتي تفقد كبار الموحدين، خاصة الذين جاءوا في زمن الغربة عندما كان يمسك الموحد من يدينه ورجلينه ويرمى إلى خارج المسجد. من أدركته أكرمته، أشتري له مزرعة، أفتح له محل تجاري، أشتري له سيارة، تعمل له سيارة أجرة. والله وجدت من هذه النماذج، ومن لم أجده أجد أسرته، أكرم أسرته، حق علينا أن نكرم أسر هؤلاء وأولادهم. من الذين مروا علي الشيخ جارجوسي عليه رحمة الله، أدركته عمره 90 وعاصرته 4 سنوات، رحل من غامبيا وعمره 14 سنة، مشى إليه سواكل 5 سنوات، ينام يأكل ويشرب ويشتغل حتى وصل سواكن، جلس 5 سنوات، فوصل سواكن على ميناء البحر الأحمر عمره 19 سنة، وجاء ركب البحر أيام السنابيق قبل 70 سنة، ودرس في مكة 4 سنوات، ودرس في المدينة سنة، صار كم عمره؟ 24. ثم رجع 5 سنوات أخرى، وصل خرج وهو شاب ليس شارب ولا لحية، وجاء وعمره 29 سنة. ويقولون الإخوة كبار الطلاب، والله كان إذا تكلم في الوعظ أبكى الناس، وإذا تكلم في العقيدة الصوفية يخرجون مع النوافذ مش مع الأبواب من شدة كلامه. كان يقول للناس أين أصنامكم؟ قالوا يا شيخ خاف الله، نحن مسلمون. يقول أين الأماكن تقدسونها؟ أين الأضرحة؟ أين الأشجار اللي تعبدونها تتبركون بهذه أضنص؟ حتى قلت له ما أغرب ما مر عليكم يا شيخ؟ قال هناك قرية لا تؤذن ولا تصلي العصر، يقولون الذي يؤذن ويصلي العصر جماعة يموت. فقررت نذهب إلى القرية، فقلت أريد أن أؤذن وأقيم وصلي في المسجد. قال أصبر أصبر. خرجوا بالغنم والمواشي والأطفال كلهم خرجوا القرية. يقول فجلست فأذنت، لما وصلت للشهادتين ويسقط من السقف دابة، يقول ما رأيتها في أفريقيا قبل ذلك ولم أرها بعد ذلك، يقول ولها صراخ مثل صوت المرأة لتولول، يقول وأنا أنظر إليه حتى خرج. قلت له يا شيخ؟ قال نعم. قلت له هذا الشيطان التي كانت تمنع الناس من إيش؟ من الأذان. الطرفة ما هي؟ أزوره في البيت، اشترينا له سيارة بقرابة حوالي 25,000 ريال، حتى اتصل بالإخوة الدعاة أقول لهم ها كيف جارجوسي مع التاكسي حقه؟ قالوا قاعد يفحط، والله مو يف تفحيط، عمره 94 سنة، مو حق تفحيط، بس على أهل السنة يضحكون عليه. كنت مرة جالس معاه في الحوش حق البيت، وتعني بيوت أنا فارقة أشجار وعشش، فكان في الركن الحوش 3 من زوجاته، هو متزوج 3، أم الأولاد عمرها 85 سنة وتمشي على عكاز، جلسنا نتكلم بالتوحيد والسنة والصوفية. بعدين في النهاية قلت له شيخ كم زوجة عندك؟ قال لي 3. قلت تزوج الرابعة والمهر علي. أم الأولاد تعرف العربي لكن ما تتكلم، قالت المترجم قل للسعودي ذا يرجع الكلام في التوحيد والسنة ويترك الخرابيط هذه. يا جماعة 85 سنة وعلى عكاز وعلى رأسها 2، عرفتم؟ وماذا حصل؟ حصل. وهذا يا جماعة من باب الفائدة للمعددين، هذه يا جماعة من باب الفائدة. والله الذي لا يقدر النساء في قضايا التعدد فهو رجل أحمق يا جماعة، أصعب شيء، أصعب من الجبال عليهم. ولذلك العرب قالت كلمة عظيمة، إن الله كتب على الرجال الجهاد وكتب على النساء إيش؟ الغيرة. شوف كيف عدلت العرب ضرب الرقاب وسالة الدماء عدلته بالغيرة. ولنا في أصحابي زوجات أمهات المؤمنين أسوة، عائشة رضي الله تعالى عنها تقول فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في الفراش، فأخذت أبحث عنه، فقلت ذهب إلى أحد زوجاته
عائشة لما فقدت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بس استغل النبي صلى الله عليه وسلم فرصة نومي وذهب لوحدة من زوجاته في آخر الليل فوقعت يدي على قدمه وهو يقول سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي. فقالت والله إنك لفي شان وأنا في شان آخر. النبي صلى الله عليه وسلم يناجي ربه وهي في بعد ما انتهى قال ها جاء شيطانك قال أنت مالك شيطان؟ قال لا نعم لكن الله تعالى يعنيني. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.